شيماء، لما شفتي نفسك في الحكاية حسيتي بإيه؟ حسيت ان انا تهت، يعني حسيت ان انا مقبوضة كده، والست دي صعبت عليا قوي، واحساس انه لو حد مثلا بيحصل فيه كده وبيتهان قدام الناس في الشارع ومفيش مفر، يعني عارفة اللي هو جوزها، واللحظة الناس كده اللي هو ما بدأ يقول لهم انا جوزها، فبدأ يسألين ده جوزك، كأنه مثلا لو جوزك خلاص احنا هنسيبك. بس لما انا بدأت اصوت قوي واستنجد بيهم، فلا اللي هو وقفوا معايا وضربوه وبهدلوه، فلا يعني اتخضيتي من جدعانة الناس؟ الحقيقة يعني مش اتخضيت، بس انا كنت عارفة ان احنا جدعان، وعارفة ان احنا عندنا شهامة، وعارفة ان المواصفات الحلوة دي، بس للأسف شوية بقى عندنا حتة وانا مالي، او مدخلش نفسي عشان ما ادخلش في مشكلة. بس هنا الناس الحقيقة يعني اثبتوا العكس تمام. وكمان شفنا الشخص المحترم اللي كان بيضرب جوزك بالعكاز، يعني تحياتنا ليه بجد جدا. هو ماشي اصلا مش قادر يمشي، وقرر انه لا انا مش هسيبك، ولو حتى جوزك هيستقوى عليا مش همه. صح، وبقى يعني بقى ياخدني ورا ظهره كده، اللي هو بيخليني اتحمى فيه، فهو حد جدع جدا. وكمان برضو الراجل سواق التاكسي الجميل، اللي لما قال لي تعالي اركبي انا هوصلك، فقلت له معيش فلوس، فقال لي مش مهم ما يهمكيش، فقال لي رايحه فين، فحاولت اختار ابعد مكان، قلت له رايحه المقطم، قال لي مش مهم. فالناس لا يعني، طب وده واحد المفروض يقول لك لا ده تاكسي اكل عيشي، وانا ايه اللي يخليني اعمل كده. فالناس جدعان قوي والله بجد، يعني الناس لسه طيبه، والناس لسه فيها كل حاجه حلوه. لما قريتي السكريبت خفتي؟ خفت. انا ازاي هنزل امثل في الشارع وهتضرب قدام الناس، واقول اصلا ما يعني ما خلاص اتثبت وانا واقفه لوحدي كده، حسيت ان انا عارفه يعني ما اعرفش، حسيت ان انا حاسه كده ان في حاجه تايهه مني، عايزه عربيتي، عايزه الناس اللي معانا. حسيت كده انه بجد ايه ده، انا بقيت فعلا الشخصيه دي اللي هو مجرده من كل شيء، معهاش غير فلوس بسيطه جدا، هي دي حلمها في الحياه ان هي تخبي الفلوس دي. فكان الموضوع بجد صعب قوي. يعني لما روحتي خفتي من الوحده؟ اكيد. بتخافي اصلا من الوحده جدا ولا بتحبيها؟ لا بخاف منها. انت عارفه ان انا ممكن لو قعدت مثلا اكلت لوحدي اعيط، يعني ممكن يبقى عادي مثلا اهلي في مشوار مش عارف ايه، بس في لحظتها وانا باكل كده بتخيل ان انا ممكن يعدي بيا الزمن وابقى قاعده باكل لوحدي كده، فاقعد اعيط. ما لا معقوله؟ والله العظيم وحياه ربنا بترعب. يعني الشخصيه المرحه اللي عماله بتهزر دي، انا بقول ان الضحكه دي ساعات بيبقى صاحبها مش قادر يضحك لنفسه بيها. ده حقيقي؟ ده حقيقي. انت طول الوقت بتبقي عاوزه تضحكي الناس، بس ساعات ما بتبقيش قادره انت تضحكي من جواكي. ده حقيقي. وساعات من كتر ما الناس خدوا عنك الانطباع ده، خلاص انت اتحطيتي في القالب ده. زي مثلا ما ممثل يقول لك انا اتحطيت في القالب الكوميدي، ساعات الحياه بتحطنا في قالب ما بنعرفش نخرج نفسنا منه.